حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون خاص بالكراش، الشخص اللي انت معجب بيه وحاسس او عندك يعني كده شعور داخلي ان هذا الشخص كمان معجب بيك من خلال تصرفات بيعملها او حاجات بيقولها لك مثلا، او بيكون نظرات، بيكون اي حاجة من الشخص ده بتصدر ليك وانت حاسس ان هذا الشخص معجب بيك وانت كمان معجب بيه. بس النهاردة هنتكلم عن كراش خاص شوية، هو الكراش الصامت الغامض اللي بقالك كتير، يمكن في طاقة كراش عليه، تكراش عليه في طاقة مراقبة عليه بس مفيش منه خطوة. ممكن يكون بيتكلم معاك، ممكن يكون ما بيتكلمش معاك، وممكن يكون بيتكلم معاك ويسكت ويبعد وبعدين يرجع يتكلم معاك تاني، وفي حالة من الاون اوف. طيب، ما نوع هذا الاعجاب؟ نوعه ايه بالظبط؟ الشخص ده معجب بيك اعجاب ايه بالظبط؟ وكمان ماذا يشعر بالتحديد تجاهك؟ يعني اعجابه بعدين بيشعر بايه بقى؟ يعني هل بيشعر مثلا ان هو معجب بيك وانه ممكن يكون في بينكم علاقة ارتباط بعد كده في المستقبل، ولا بيشعر انه علاقة اعجاب فقط وخلاص وتروح لحالها، ولا ممكن يكون هو من النوع اللي بيكون معجب بألف وب وت وس وجيم والكلام زي ده، يعني معجب بأكتر من شخص في وقت واحد. اوكي، وبرضه في نوع الاعجاب هنحدد اذا كان هذا الشخص معجب بيك كشخصية، ولا معجب بشكلك بملامحك، ولا معجب بروحك، ولا معجب اعجاب جسدي وشغف جسدي، او نوع من الاعجاب. فيه بيبقى نوع اللي هو معجب بالشخصية دي لاني انا هستفيد منها بمصلحة ما، فممكن برضه يطلع كده. تمام، وهل هناك خطوات قادمة من هذا الشخص ليك ولا لا؟ القراءة دي هتكون بأول حرف من اسم الكراش، ولو انت ما تعرفش اسم الكراش ايه فتختار بالأحجار، وكمان لو ما تعرفش تختار بالأحجار يبقى تسمع طاقتين القراءة، الطاقة الخاصة بيك انت والطاقة المناسبة ليك اللي تكون مناسبة ومطابقة ليك بنسبة أكبر، فتشوف القراءة دي. اوكي، طيب احنا عندنا القراءات النهاردة هتكون الأحجار، الحجر الأول، الحجر الأبيض. الحجر الثاني، الحجر الأزرق. هو بيضوي كده، مش حكاية نور ولا حاجة، هو بيضوي في الحقيقة. تمام، يا تختار بالأحجار يا تختار بأول حرف من اسمك، سوري، من اسم الشخص اللي انت بتكراش عليه. ما تنسوش اللايك يا جماعة، اللايك مهم جدا عشان يرفع لي الفيديو، علشان يتعرض اكتر على الناس، فما تبخلوش عليا في اللايك، انا بتعب والله وبحاول ان انا اعمل لكم القراءات اللي انتوا عاوزينها يعني، فما تبخلوش عليا في اللايك واعملوا لايك واكتبوا عاوزين قراءات ان شاء الله الفترة القادمة بإذن الله. تعالوا بينا نشوف مجموع رقم واحد. يا ترى طاقتك ايه؟ مجموع رقم واحد. طاقة مجموعة رقم واحد. طاقتك ايه يا مجموعة رقم واحد يلي بتسمع الفيديو حاليا؟ انت طاقتك ايه؟ وكمان عايزين نشوف طاقة هذا الشخص اتجاهك في الوقت ده، سواء انت بتتكلم معاه بقى او في بينكم انفصال ما بتتكلموش، او بتشوفه او ما بتشوفوش، يعني عايزين نعرف طاقته اتجاهك ايه. طيب تعالوا نشوف بينا يا ترى طاقتك انت ايه يا مجموع رقم واحد. اوكي،
بص، عنوان الطاقة بتاعتك المشاعر والتواصل الروحي والإحساس بالعراقيل في علاقتك بهذا الكراش. يعني أنت معجب بيه جدا، يعني وصلت الموضوع معاك للإعجاب الشديد، ويمكن لبعض الطاقات منكم وصلت لدرجة الحب ومشاعر التواصل الروحي والمشاعر التخاطر والمشاعر التفكير المستمر في هذا الشخص والمراقبة المستمرة على هذا الشخص، وكمان بتتخيل الشخص ده وهو عريس يعني أو عروسة، يعني اللي هو مخطوبين أو في علاقة ارتباط رسمية يعني. أوكي، بس أنت شايف إن في عوائق أو عراقيل بتمنع وصولك لهذا الشخص، إما أنت شايف الشخص ده هو اللي مسبب عراقيل وهو اللي ما بياخدش خطوة تجاهك، اما انت عارف ان علاقتك بيه فيها عراقيل، زي مثلا انه يكون مرتبط او انه مثلا يكون في بلد اخرى، في سن كبير، فرق بسن كبير ما بينك وما بينه، في عراقيل. تمام، انت عارف ان في عراقيل بس انت قادر على تحدي هذه العراقيل وان انت تبقى مع هذا الشخص في الاخر يعني، وانت محتار بالنسبه له، يا ترى هو هيعمل ايه، هيعمل ايه ليا، يا ترى هو هياخد الخطوه ولا لا، انا هفضل كده شويه احس ان هو بيحبني، او شويه احس ان هو معجب بيا، وشويه احس انه لا. طب وبعدين، واخره السكوت، واخره عدم اتخاذ الخطوه ده ايه؟ بص اهو والله، يعني انا بقول لك ايه، تحاول التوازن. انت بتحاول التوازن، تحاول التوازن، تحاول تشوف يعني هل هنفضل كده ولا مش هنفضل كده، هياخد خطوة ولا مش هياخد خطوة. طيب ممكن ان هو لو في بينكم عراقيل، ممكن الشخص ده يتحدى العراقيل زي ولا مش هيتحدى العراقيل ومش هياخد خطوة. يعني انت بتحاول التوازن وتحليل الامور وربط الاحداث ببعض. وهنا كمان بيقول لك انت بتفكر في امور كتيرة وقلقان وحيران الفترة دي، فممكن جدا تكون من برج الجوزاء بطريقة كبيرة يعني، أو في رقم 4 أو 1 أو 23 في تاريخ ميلادك. تعالوا نشوف طاقة الشخص ده تجاهك بقى، يا ترى طاقته تجاهك ايه؟ بيراقبك الشخص ده حاليا، في طاقة مراقبة عليك وبيشوف ارقام مكررة. على فكرة انت ممكن جدا تكونوا توأم روح، لان انت طلع لك ذا لوفرز، انتوا في علاقة روحية بينك وبين هذا الشخص، توأم روح، توأم شعلة، في علاقة روحية، لان انت طلع لك في طاقتك ذا لوفرز وهو طلع له ان هو بيشوف ارقام مكررة كتير. واللي بيشوف ارقام مكررة كتير بيبقى دي رسالة من ملاك والحارس بيطمنه فيها وبيقول له على اي حاجة هو محتار او بيفكر فيها. تمام، فادام طلع لك او طلع لك يعني، سواء انت رجل او امراه، ان الشخص اللي انت معجب بيه بيشوف ارقام مكرره وانت كمان في طاقه ذا لوفرز، فانتوا الاثنين في علاقه روحيه بينك وبينه، في تواصل روحي بينك وبين هذا الشخص. الشخص ده في طاقه مراقبه عليك. كمان بيقول انه بيشعر بحب ولهفه واشتياق لهذا الشخص اللي هو انت يعني، وهو يشعر مثلك توافق الارواح. بصوا والله، يعني انا ما انتوا شايفين انا عامله الكروت قصادكم، فهنا هو في حب ولهفه وفي توافق ارواح او في تواصل ارواح، وانت كمان في طاقه هذا اللي هو توافق الارواح او التواصل الروحي يعني. تمام، لبعض الطاقات منكم الشخص ده هو حاليا متزوج، يعني لو انت امراه طبعا فانت عارفه ان هو متزوج، ويمكن ده العائق اللي بينك وبينه، ومش عارفة إذا كان يعني هيتلاشى هذا العائق، هل هتكوني معاه، هل هيسيبك انتي، هل هيسيب الطرف التاني، فأنتي مش عارفة. تمام، لبعض الطاقات هذا الشخص في طاقة زواج من طرف آخر، طاقة زواج مش خطوبة أو ارتباط. تمام، طيب طاقته تجاهك ايه حاليا؟ هو كمان متردد ومحتار ومش عارف يعمل ايه، مش عارف يقرب ولا يبعد، ومش عارف ياخد القرار، وغير متوازن. بص انت عشان تعرفوا بس ان انتوا علاقة سول ميت او علاقة توأم شعلة، انت في الطاقة دي بتحاول التوازن وهو برضه في الطاقة دي بيحاول التوازن، بس هو اكتر منك يعني، هو غير متزن اكتر منك. تمام، وفي طاقة مراقبة عليك، وحاليا هو وضعه او طاقته فيها قلق، فيها لخبطة، فيها عدم نوم، فيها مشاكل في شغله كده،
ولكن اللي يخصك انه متردد ومش عارف ياخد قرار وبيفكر كتير وبيراقبك وبيشوف ارقام مكررة وحاسس بلهفة تجاهك، احتمال يكون الشخص ده ما بيتكلمش معاك الفترة دي ولكن في توافق ارواح. الشخص ده ممكن جدا يكون من برج الثور وانت من برج الجوزاء، ممكن جدا، ولكن طالما البرج ما طلعش مش معناه ان القراءة بتاعتك، طالما سيناريو القراءة او سيناريو الطاقة وطاقة بنسبة كبيرة تبقى القراءة بتاعتك، ولكن احنا بنقول الأغراض للتأكيد فقط. تعالوا بينا نشوف بقى ما نوع هذا الإعجاب بالظبط. يا ترى ما نوع هذا الإعجاب؟ الشخص ده معجب بيك، نوع إعجابه بيك إيه؟ ماذا يشعر تجاهك بالتحديد في الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو وطاقة الفيديو مفتوحة؟ يعني طالما انت فتحت الفيديو فالقراءة بتاعتك ايا كان بقى هو نزل امتى، اول ما نزل انت فتحته او بعد شهر، فالقراءة بتاعتك برضه طاقتها مفتوحة. طيب كمان، هل في خطوات قادمة من هذا الشخص اتجاه مجموعة رقم واحد؟ أنا عاوزة الكروتي. طيب يلا بينا نشوف أول حاجة ما نوع الإعجاب؟ عايزين نعرف إعجاب إيه ده بالظبط. ده إعجاب أو ممكن نقول انه اول ما شافك الشخص ده حس ان حاجه غريبه. يعني ايه؟ يعني انتوا فعلا علاقه روحيه او انتوا علاقه من زمن سابق، لانه اول ما شافك على طول حس ان في حاجه غريبه جواه بتتحرك، مشاعر كانت مدفونه بتطلع، احساس كده بالتربكه بالقلق بالتوتر بالإحراج، يعني حاسس بمشاعر متلخبطة كتير ومشاعره أو إحساسه اتحرك اتجاهك. ده أول ما شافك على طول. انتوا أو هذا الشخص نوع إعجابه بيك إعجاب أو انجذاب روحي، روحكم انجذبت لبعض انتوا الاتنين، مهواش إعجاب جسدي ولا إعجاب ملامح ولا إعجاب شكل ولا ضحكة ولا شخصية ولا كل الكلام ده، إعجاب روحي. حاسس ان روحك قريبه منه، حاسس ان في حاجه بتجذبه ليك غصب عنه، حاسس ان في لينك تواصل بينك وبينه، لينك تواصل بينك وبينه اهو بالروح. او مثلا شافك انا الشخص ده حاسس ان انا شفته قبل كده، او انا حاسس اني الشخص ده انا اعرفه من عيلتي، حد قريبي، حد قريب مني. وده بيبقى طبعا في طاقات الانجذاب الروحي او التوافق الروحي، بس لبعض الطاقات وانت عارف ده ان هو في حد في حياته، ويمكن دي او ده العائق. الانجذاب 100% انجذاب روحي، بس هو عنده مشاكل عند عيلته، عنده مشاكل في بيته في عيلته، يا هو متزوج بس انت عارف يعني ان هو متزوج، او ان هو عنده مشاكل مع اهله في عيلته في بيته، في عنده مشاكل وضغوطات واحمال ثقيله عليه. فنوع الاعجاب بمجموعه رقم واحد ده اعجاب روحي، انجذاب روحي من الدرجه الاولى. مشاعره ليك دلوقتي ده غامض فعلا، يعني انت داخل القراءة فعلا الكراش بتاعك الغامض الصامت قامت المتماسك المتماسك المتوازن، متماسك دايما ومتوازن دايما ودايما قاعد كده، مفيش حاجة باينة عليه، حتى لو هو يعني عنده مشاعر كتيرة جواه بيخفيها بيخفيها بيخفيها، وبيبقى مبين ان هو قاعد هادي كده ورزين ومتماسك متوازن متعادل
هو متعادل دي، مش عارفة ايه متعادل دي، معتدل يعني، في عنده اعتدال ومفيش اي حاجة خالص، تمام. ده اللي بيظهر عليه مشاعره حاليا دلوقتي. انت مسيطر على تفكيره بالرغم من انه عنده مشاكل كتير، عنده مشاكل كتير في حياته، في حياته مع عيلته، في حياته في شغله، في حياته مع اصحابه، هو غير متوافق يعني في اي حاجة. يمكن في كل مجموعة او كل طاقة من الطاقات بتاعت حياته، طاقة شغله وطاقة بيته وطاقة أصحابه، في عنده مشاكل مع كل دول يعني، في عراقيل في حياته، في صعوبات في حياته دلوقتي بيفكر فيك بالرغم من الصعوبات اللي في حياته دي، في صعوبات في حياته كتيرة. بيفكر فيك ايه ده؟ انت مسيطر على تفكيره حاليا جدا بالرغم ان حواليه ناس كتيرة. ممكن يكون الكراش بتاعك معروف او مشهور، يا مجموعة رقم واحد، ويمكن يكون الشخص ده مثلا مامته عندها مشكلة او هو عنده مشكلة مع مامته، شغلة وجعه وتعباه الفترة دي. لا عنده مشاعر ليك يعني، حاليا مشاعره ليك مشاعر حب، مشاعر تفكير، بيفكر فيك، بس هو عنده مشاكل في بيته، وخصوصا ممكن تكون مامته مثلا فيها حاجة تعبانة، عندها مشكلة او حاجة هو مشغول بيها، او ان في مشكلة بينه وبين والدته لان والدته طلعت في الطاقة، تمام. طيب هل في خطوة؟ هو في مراقبة اهو، وبرضه في حيرة من امره، وفي طاقة اون واوف، وفي طاقة قرب وبعد، وفي تفكير بالقرب وفي تفكير بالبعد. بصوا، هو في عندي طاقة اللي هو العلاقة الثلاثية، وده مشكلة مخليه الشخص ده ما بياخدش خطوة ومتكتف. فلو انت معاه في علاقة ثلاثية فهو مش هياخد خطوة حاليا لانه متكتف اهو، زي ما انتوا شايفين عنده طاقة انه متكتف مش عارف يعمل ايه، هو في طاقة علاقة ثلاثية، تمام. وانت عارف ان هو في طاقة علاقة مع حد اخر، يعني انت عارفة ان هو متجوز، اوكي. طيب انت بقى عارفة انه الكراش بتاعك مش متجوز ومفيش حد في حياته، وهو حاليا بعيد عنك او ما بيتكلمش معاكي، او مفيش بينك وبينه اي مسجات او اي كلام، ففي كلام وفي رجوع تاني، تمام. في كلام وفي رجوع تاني لبعض، ولكن مازال برضو في طاقة انه لسه مفيش خطوة، لسه مفيش خطوة الارتباط، ولكن لو هو بعيد عنك حاليا هيرجع ويتكلم معاكي تاني، في بداية تاني ليكم مع بعض لو ما بتتكلموش. ممكن في البداية دي برضو يفضل يلمح بالإعجاب والانجذاب تجاهك، ولكن خطوة انه انا عاوز ابقى معاك، انا عاوز ادخل في حياتك وتدخل في حياتي وناخد خطوة مع بعض، لسه شوية. على فكرة هو هيتكلم بس لسه شوية، لسه شوية. هو طاقة، بصوا القمر شكله عامل ازاي، لسه في الليل، لسه مطلعش النهار، بس هيتكلم يعني، الحمد لله هيتكلم. ولو هو بعيد هيرجع، تمام. لو هو بعيد هيرجع. وطاقة العلاقة الثلاثية لسه زي ما هو واقف، لانه في طاقة انه متكتف مش عارف يعمل حاجة. هو على فكرة ما عندوش روح المغامرة زيك، وما عندوش حتة الهجوم او حتة اخذ الخطوة. حتى لو عارف ان في عوائق، انت ممكن لو عارف ان في عوائق ممكن تاخد الخطوة دي وتمشي العوائق وتمشي الدنيا عشان انت مع الشخص اللي انت بتحبه، بس هو ما عندوش الحتة دي، هو بيخاف دايما ياخد الخطوة، بيرجع خطوة دايما لورا، فاهميني. الشخص ده ممكن يكون من برج الميزان او برج العقرب او برج العذراء. برج العقرب طلع 3 مرات، برج الميزان، برج العذراء. طيب تعالوا بينا نشوف مجموعة رقم 2 طلعت لنا ايه النهارده في القراءة. طاقة الحجر الأزرق،
يلا بينا نشوف طاقة مجموعة رقم واحد، سوري اثنين، لسه مركزة في واحد. يلا بينا نشوف طاقة مجموعة رقم اثنين، متنسوش اللايك. يلا بينا نشوف طاقتك انت يا صاحب هذه المجموعة، وكمان نشوف طاقة الشخص اللي انت معجب بيه تجاهك ايه دلوقتي. دي طاقتك انت، وكمان طاقة هذا الشخص تجاهك حاليا. القراءة بطاقة مفتوحة، يعني لما تشوف الفيديو القراءة بتاعتك. انا بقى منزلاه وشفته على طول او شفته بعد شهر، فالقراءة بتاعتك. اوكي تعالوا بينا نشوف طاقتك انت ايه، وطاقة هذا الشخص اتجاهك ايه يا ترى. تعالوا بينا الاول نشوف طاقتك انت. ده انت قاعد واثق من نفسك و... اوكي بص، انت في طاقة انك قاعد محسس اللي قدامك انت قد ايه في ثبات وقد ايه في استقرار، ولكن انت قلبك من جواك موجوع جدا. قلبك من جواك في كلام كتير، في مشاعر، في احاسيس. يمكن هذا الشخص متجاهلك، يمكن هذا الشخص بيتصرف معاك باسلوب انت مش حابه، فانت قاعد حاطط رجل على رجل اهو قصادي، مبين الدنيا بحالها انت قد ايه ثابت وقد ايه يعني مستقر، ولكن من الداخل انت غير كده خالص. انت من الداخل حائر ومتلخبط ومتقلب المزاج. كمان عاوز ان انت تتقدم في حياتك بس مش عارف تبتدي تعمل ايه. يمكن بتفكر في سفر شوية، بتفكر في تغيير عمل شوية، بتفكر في مشروع مثلا معين تعمله، بتفكر تنتقل من مكان لمكان تسكن فيه. يعني اعمال يجي في بالك، افكار يجي في بالك، حاجات، بس انت مش عارف تعمل ايه او تبتدي منين. انت دلوقتي متلخبط، بس للناس اللي قصادك انت يعني تمام، مفيش اي حاجة مضايقاك. انت في قلبك مشاعر كتير بس قلبك موجوع. يعني عارف الشخص اللي بيبقى بيحب من قلبه، او الشخص اللي بيبقى عنده مشاعر كتير بس عنده عزة نفسه وكرامة عالية قوي، ومن الداخل موجوع بس مبين قصاد الناس ان هو جميل، مفيش اي حاجة في حياته والدنيا تمام. تعالوا نشوف بقى طاقة هذا الشخص اتجاهك انت. على فكرة انت ممكن جدا تكون من برج الثور. ومنتظرك في ايه بالظبط؟ هو كمان قلقان وحيران على فكرة، وبيفكر في امور كتير. منتظرك في حاجة، منتظر حاجة منك، منتظر رد فعل معين منك. يمكن كلمك وانت ما ردتش عليه، او انت كلمته هو ما ردش عليك ومستني يشوفك انت هتعمل ايه. في حاجة هو منتظرها منك، يمكن مستني ان انت تكلمه مثلا. في فترة انقطاع ما بينكم، وما فيش ما بينكم عدم كلام الفترة دي، ومستني ان انت تكلمه. اوكي شايفة الشخص ده من طاقته تجاهك حاليا هو عنده شغف جسدي. احنا لسه ما شفناش من نوع الاعجاب، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على طاقته تجاهك. عنده شغف جسدي، بيفكر فيك جسديا، بيفكر فيك شكليا، بيفكر فيك من الناحية مش اعجاب بروحه، مش اعجاب بشخصية، لا، من الناحية الجسدية. اوكي هنا بيقول ان هو بيخفي عنك المشاعر اللي هو حاسسها تجاهك. يعني لو الشخص ده، احنا هنشوف مشاعره طبعا، لو الشخص ده عنده مشاعر لطاقات كتيرة منكم، المشاعر دي الاساس فيها او المبدأ فيها هي الانجذاب الجسدي. يعني هو منجذب ليك جسديا وبيحس بمشاعر بعديها تجاهك، ولكن مش المشاعر الاول وبعد كده الانجذاب الجسدي. يعني ركزوا معايا في الخطوات، او ركزوا معايا ايه قبل ايه. تمام، هو بيخفي عنك مشاعره وبيقول لا يشعر بالامان، قلقان وخايف يقرب وخايف يبعد. هو قلقان وخايف يقرب الفتره دي يمكن، وخايف برضو انه يبعد. هو متعلق بيك وتعب من التعلق ده، واكيد في حاجة منع الشخص ده انه يتكلم معاك او انه يعبر لك عن اللي بيشعر بيه.
فطاقته تجاهك حاليا طاقة انتظار وشغف جسدي. الشخص ده ممكن يكون من برج الجدي أو من برج العقرب، وأنت ممكن جدا تكون من برج السرطان أو من برج الصور. تمام، نشوف ما نوع هذا الإعجاب. ما نوع هذا الإعجاب؟ ماذا يشعر تجاهك بالتحديد؟ بصوا، هو انا المفروض بحط 6 كروت، بس انا لوحدي هحط 9. يمكن في حاجة عايزة تبان في مشاعره ايه بالتحديد تجاهك. طيب، هل هذا الشخص في خطوة قادمة منه ليك؟ هل في خطوة قادمة منه ليك؟ يلا بينا نشوف ما نوع هذا الإعجاب. الشخص ده معجب بيك إزاي؟ برضه انجذاب جسدي. الشخص ده معجب بيك، أو نوع إعجابه بيك هو الانجذاب والشغف الجسدي، ده نمبر 1، أو ده أول حاجة هو شافها فيك أو حسها تجاهك. وبعد كده حس إن أنت شخص عندك إمكانيات كتيرة وعندك صفات كتيرة حلوة، يعني إعجاب جسدي وبعد كده إعجاب كشخصية. شخصيتك فيها حاجات مشابهة ليه، قصة حياتك فيها حاجات مشابهة لقصة حياته. في اهو انجذاب جسدي واضح، وهنا يعني زي ما تقولوا كده بيبص عليك وهو مداري نفسه، مش عاوز يبين لك نفسه، بيسرق النظرات. هذا الشخص يسرق النظرات لانه هو عنده شغف جسدي ليك رهيب. في شغف جسدي عنده رهيب، خصوصا لو انت امرأة. الشخص ده يعني بص بيبين لك ان هو برضه اهو بيبين لك ان هو يعني عادي وتقيل، مش بيبص مثلا عليكي وانتي مثلا قصاده او كده، لو انتوا كراش نظرات او حاجه او ما بتلاحظيش ده، ولكن مجرد ما بتودي مثلا نظرك في حته تانية تلاقيه على طول بيبص عليكي، على طول عاوز يبص ويشوف انتي لابسه ايه، انتي عامله ايه. في شغف جسدي يعني، وفي انجذاب جسدي. تمام، هو ده نوع الاعجاب بتاع كراش بتاعك يا مجموعة رقم 2. وبعد كده شعر وحس ان انت تمتلك امكانيات كتيرة وعندك صفات مشابهة لصفاته. بنفس الكارت، نفس الكارت 7 of swords. بص، هو خد بالك في الشخص ده شوية، كراش بتاعك ده خد بالك منه، واعرف انه الشخص ده اذا كان بيبين لك اعجاب احيانا، او اذا كان بيتكلم معاك، او اذا كان بتشوفه بيبص لك او حاجه، فخد بالك منه، لان هو الاساس في انجذابه ليك هو الانجذاب والشغف الجسدي، والعلاقه اللي بتبقى مبنيه على او اساسها هو الانجذاب او الشغف الجسدي، مع اي مشكله او مع اي موقف بيحصل بتنهار. فخد بالك كويس من الشخص ده. يمكن لبعض الطاقات انتوا لسه ما قربتوش او اتكلمتوا من بعض، يمكن لبعض الطاقات انتوا لسه اصلا مفيش اي كلام ما بينكم، في بس نظرات، ويمكن الوضع او الطاقة تختلف بعد ما تعرفوا بعض او بعد ما تقربوا من بعض، ولكن حاليا خد بالك منه وحرص، لانه هو اساس العلاقة او اساس الانجذاب بتاع الكراش بتاعك هو الشغف الجسدي. ولبعض الطاقات الشخص ده في حد اخر في حياته، في حد تاني في حياته لبعض الطاقات. بصوا، تعالوا، شغف جسدي تالت. شغف، انا من اول طاقته وانا بقول لك ده شغف جسدي، يعني طلع في طاقته.
وطلع في نوع إعجابه بيك إيه، وطلع في مشاعره الحالية بالتحديد بتاعتك ناحيتك إيه، برضو طاقة شغف جسدي وطاقة انتظار. برضو هو عنده طاقة شغف جسدي رهيبة عليك، وفي طاقة انتظار منك حاجة، انتظار حاجة، انتظار موقف منك تاخده، انتظار انك تكلمه، انتظار يشوفك مثلا في مكان، لو انتوا شغل معين مع بعض، انتظار انه يشوفك، في انتظار. هو مشاعره ليك كلها مشاعر الانجذاب الجسدي والانتظار. الشخص ده فيه مشكلة كبيرة في حياته على فكرة، وحاليا هو في طاقة مراقبة، بيراقبك وبيحاول انه يعدل وضعه او يتوازن او يفكر بطريقة سليمة. تمام، في مشكلة في حياة هذا الشخص. ولبعض الطاقات انت عارف ان الشخص ده في علاقة تانية، ف القراءة هنا برضو بتقول الشغف الجسدي. تعالوا برضو ناخد كده توضيحات. الشخص ده فيه أكتر من شخص في حواليه، عارفين الشخص اللي هو بيكون تقيل بس بيجذب الناس حواليه، يعني هو مثلا لو راجل فهو تقيل في نفسه كده، ولكن بيعرف يجذب الناس أو السيدات حواليه، بيعرف بكلامه بطريقته بنظرته بحاجة. وبرضو على فكرة لو هي امرأة برضو، وهو يمكن ملامحه حلوة فده بيساعده جدا انه يكتب بيه الاطراف التانية. برضو طاقة انتظار، وبرضو في مشكلة عنده، في عائق او في مشاكل عنده في حياته هو، يعني ملهاش علاقة بيك، هو عنده عائق او مشاكل في حياته. وبرضو هنا في طاقة انتظار تجاهك، يعني منتظرك في حاجة، احتمال يكون منتظر تكلمه لو انتم متتكلموش مع بعض. طيب في خطوة من الشخص ده بقى، هو في حاجة هتتعمل، في حاجة هيعملها الشخص ده تجاهك الفترة الجاية إن شاء الله، لأن هو طول القراءة في طاقة انتظار، هو مستنيك تعمل حاجة بس ده هيزهق وهيتخنق ويقول بقى خلاص ما بدهاش، لازم أنا أعمل حاجة. ففي هنا عطاء، في طاقة عطاء، يبقى في طاقة خطوة من هذا الشخص، في طاقة خطوة من هذا الشخص. بس برضه خليك حريص معاه لأنه غامض ومش بيبين اللي جواه، وممكن يقول كلام عكس اللي جواه عشان خاطر يوصل لهدف معين هو عاوزه، فخد بالك. ولكن برضو مهما كان أهداف هذا الشخص، هو من جواه أو يعني هو كإنسان هو شخص كويس. تمام، هو شخص كويس، بس ممكن الكويس ده مع شوية لقم، مع شوية ذكاء، مع شوية مراوغة، يغير في كلامه او يقول كلام غير الحقيقة عشان يوصل حاجة معينة، او عشان يشوف حاجة معينة، او عشان يختبرك في حاجة معينة. فخد بالك، خليك حريص وانت بتتعامل معاه لحد ما توصل لبر مع هذا الشخص. انت فعلا يعني الله يكون في عونك بتتعامل مع شخص يعني تقيل، وشخص غامض وصامت ولئيم وذكي، بيعرف يوصل اللي هو عاوزه، وهو معجب بيك، او الاساس هو انجذاب جسدي. فعشان كده بقول لك خد بالك كويس. فهنا هل الشخص ده هو هياخد خطوه وهيعمل حاجه علشانك، او هيقدم لك حاجه وهيقول لك حاجه؟ في خطوه او في كلام هيقوله لك، او في حاجه هيعملها، ويمكن يجيب لك هديه، او يمكن يحاول انه يعرض عليك مساعده في امر ما في حياتك او في شغلك، ودي تبقى بدايه. ده لو انتوا كراش نظرات مثلا، مفيش ما بينكم الا نظرات او كلام خفيف قوي، ففي بداية. ولو انتوا بتتكلموا برضو بس يعني مش على طول، مش كل يوم بتتكلموا، كل فين وفين، فبرضو دي بداية منه ليك انت. الشخص ده ممكن يكون من برج القوس، الحوت، العقرب، الاسد، الجوزاء، الحمل، الجدي، السرطان. تمام،
طيب أنا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب أتمنى تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو قبل ما تمشوا، اعملوا لايك لو أنت لسه لحد دلوقتي ما عملتش لايك، اعمل لايك للفيديو وقولولي عاوزين قراءات ايه الفترة الجاية. ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الأول. و اتمنى تقولوا لي في الكومنتس تحت انتوا يعني عاوزين قراءات عن الكراش اكتر، عاوزين قراءات عن مين بيراقبك مثلا، او عايزين قراءات عن المنفصلين او العلاقات الثلاثيه او اخباره في بعض ايه، يعني عاوزين من اي نوع اكتر او اكتر من ايه ونتكلم فيه باستفاضه اكتر. ولو حد عنده اسفه، لو في حد عنده موضوع قراءه جديد فياريت تكتبولي، انا بحب قوي المواضيع اللي بتبقى جديدة دي. شكرا ليكم، نورتوني، باي باي.